كوكو ليفي، انا جيتلكم اليوم على غزة تليفون واحد. تبعوا معايا، اولا تغسلي وجهك تري تري بيان، ومن بعد ديري له بخال ماء ولا سربيته سخونه وتحطيها على وجهك حتى يتفتحوا بيان دوك المسامات ديالك. ومن بعد الخلطه تاعنا سهله، مهله فيها لا جيلاتين بلس الحليب دافي. نديروا مغرف جيلاتين كبيره وزوج مغارف حليب يكون دافي حتى يتقال لنا بيان هذاك لو ميلونج. ومن بعد واش نحكموا نديروه على لا زون اللي انا حابين نديروه فيها، اللي فيها لي بوان نوار. ومن بعد نخلو هذاك الماسكين شوف تري تري بيان حتى ينشف، ابخي بديت نحي فيه بالعقل، راح تشوفي النتيجه راح تعجبك بزاف بزاف على بالي. وراني حطيت لكم تري تري بيان كيفاش، سيت ماكسيموم نوضح لكم في الصوره كيفاش نحالي لي بوان نوار. الحمد لله عندي ما عنديش دوكا كامل لي بوان نوار، راهوني في هايل. دونك ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، واعطوني رايكم.